تمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، قلت عافية معكم شوا 24 وأخوكم إنجنيير محمد المعروف بإنجنيير ماز إن شاء الله من جونجي مباشرة معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سمي اللمين كيغما. نعم اللمين كيغما، في أي موضوع تكلمنا اليوم؟ بتكلم في موضوع هنا الكلام بلهجتنا. كلام بلهجتنا. الشواء. نعم. لو قلنا هي الشواء دي ما في أهم منها. نعم. في هسه حالين القاعدين فيها دي. نعم. في لغات كثيرات قمن. وبياكلن في اللغات القديمة. نعم. أنت وصلنا لحد اللغة كلها تبقى ما في مرة واحدة. عندي تاريخ واحد بدر بنطلي أخياننا. بيقولوا في لغة في قبيلة في بوتسكوم. في يوبستير في بوتسكوم. نعم. اللغة دي اندمجت بقد ما في خلاص. سبحان الله. ما خايفين نقدنا تبقى ما في. الدليل منان شنو؟ هو بس شبابهم ما بدوروا بيتكلموا عيالهم القايمين. ما بيتكلموا بلغتهم هم هي الجدودهم القبيله هي لهم. بيتكلموا بقبيله الناس اللي هم فايتينهم كتر في المكان. خلاص خلوا لغتهم هم. وناسهم اللي بيعرفوا اللغه اللي بيتكلموها دي ناس من سنين 60 70 فوق. نعم. خلاص اللغه دي اندمجت هسه بقد ما في خلاص. الناس الكبار 70 سنه وفوق دول توفوا بقوا ما في ده. اللغه كلها ما تدمجت خلاص. عشان ده بتكلم في اهميه مهمه نادم يتكلم بكلامه عن الشوا ده كان جاي وين كلها. الله يسرك، ده فكرتني في بروفيسور وايد كي قال من جاي ل 20 سنه ده لغات كثيرات بروهم في الهوسه، الكلام ده كمان؟ فعلا فعلا كبس ان كل نفس الشيء. بروفيسورين قالوا لنا لغات كثيره في العالم الله خلقن وهسه ما في ماتن. والدليل البكتولان كان في دروس هنا في قراءه للناس اللي بيتعلموا اللغات كيف ده. قالوا كي اللغة دي هي بس أما الأدب. الأدب نعم. الشغلة اللي سمو شنو الأدب. أنا العرب الإندينا ده. نعم. كان هي ما في ده الأدب بروه. العرب بروه. أدبنا أنا العرب ده بيبقى راهي مرة واحدة. الطبيعة هي العربية اللي تبقى هي ما في. أي لغة كان الناس ما بيتكلموا بها قدامها ده ما بيبقى هلو. عشان شبابنا وإيالنا لابد كان لقينا راسنا وين كلها. انت في ليغوس في كانو في كادونا يا تقصد اللهجات القديمة ياكلوا إيالك. هم اللغة تجي من بكان هم ما بدروا منها. اللغة تجي من عن طريقة براءوا التي في كل يوم وبراءوا الدراما هنا الناس القديمة. ها في مرأتهم دي كان هم تاكل فيهم شيء 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 ما بدروا. يوم بفكروا ده في كلام كله في شغل كثير ما بقدر بقوله. خلاص قد انت كما عندك وقت الابو تقول انت تأدي لهم كلامهم يقبلوا يعرفوا لقيتهم ما في وقت فات خلاص. انا عندي مثال فوقه ده كثير. قعدنا في ديار الناس. قعدنا عندنا بابنا سدينا كرب في لبيننا عندنا 9 سنه نتكلم بالعرب بس ما عندنا شغل اخر. كان نادم نتكلم بشغل اخر نفرشها بالصوت نأدبها. الدليل شنو نأدبها فوقها؟ عشان ال 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 القبائل القديمة جت هينات الألمان في الساكت بس بلا تعب. أما هي لك التخلى دي قديمة تلقاها خلاص يتروا منك. وفي شيء ثاني واجب نبقى أنينا عندنا فخر. كن نضرب صدرنا ما تاكل بيكون أنينا شواء عرب. كان لقينا نفسنا وين كلها. واجب الناس القديمة هم هذي يدوروا أنينا قبيلنا دي علموها لهجتنا دي. نعم. كلامنا دي علموا. ما انينا هذه ان نتعلم حقهم عشان انينا لقنا هي فوق فايت هي من كلها. صحيح كلام. وشوالنا انينا نشوفها شوال العرب نشوفها دي نشوفها شباب خلاص شغل خفيف ده. ما في ابدا. كان قارنتها بالجات في القران ده تلقى 70 80 90% ده هي بس. ما شاء الله 90% 90 80 90% ده هي بس. شوهلنا دي شوهلنا دي بس تلقاها في القران وفي الكتب العربيه كما مشت تقرا فوق عندك شت تلقاها هنا بس 90 و70% 90 70% ده شت هنا بس. ما شاء الله. الدليل ما بقى 100% كلها. عشان اليوم قعدت جاي باكر سيرت جاي العرب سياره معروفين بخلوه بالبقر. نعم. بيسيروا بكان الالمي عشان ده كان بيشوا بيلقوا الناس ده تاثير بياثروا فوقهم. ضد اللغه شيء شيء تلقى تلملها بكلمات. شوف هسه مثلا كان قالنا هنا انت شيف ناس نوادين بيقولوا تشنا والتفرا شت في العرب ما في. اما في شان قالنا معاهم ده
بقينا بكان واحد ده دول نشيل كلامهم واري واري هم كله بشيلوا هنا أنا. عشان ده بس النادم يعصر الجلد زين كان لقي نفسه وين كله في أي مكان كان في أمريكا كله لغة تكيل الشوادي لا جي تكيل الشوادي يا تخلى الكلام بها عشان أنا مشيت دي لي شغل صابني شفته مشيت لي لزيارة لبيت والناس دول عرب أمهم وأبوهم الأم والأبو كلهم عرب وهم بال يال بيتكلموا بالهوسه بس خلاص في البيت قالوا اولاد ابوه بس قال لي امش جيب لنا السخان بدور بورينا بكون يالا بيعرفوا عرب امش جيب السخان الولد بفتش في البيت كيف الشغل اللي بيشيله بيجيبه لنا اسمه يرفع السخان بالمره يوم تفكر ايش ما قال لي بوته دغو يرفع ده انا اقول له انت ما لسه ايش شغلك ده انا جيت وراك كله ما خليت يالي بيتكلموا بالهوسه انت كان خليت ما في لغه اخر اكلت يالا هذا نوصي يالنا ونوصي أبهاننا نادم يفخر بالقبيلة ما قبيلتها أفخر بقبيلتك متكل يكون أنت قوي فيه لو بإيالك دي القوب متمكنين هسا أنا في كل مكان كان مشيت أتكلم بإيالي بالعرب لأننا بقول بالأجبوا يال دول بفهموا كلامك ده بيسموا قول لهم كيف ما بفهموا لغتهم وولدهم بها عشان ده بس نصيتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرًا كثير الشكر وأي رسالة عندك لبرنامج أنا لسان أمي والله البرنامج عمل لسان أمي أنا فريد به جدا أنا دائما بدور التقدم كان شفت الناس بدو بسوي شغل ده أنا بشجعهم فوق التسجيل بوديهم بمشوا قدام عشان كنا بدأ من الصفر كله من تيد من التراب بمشي فوق يا متى كله كان دور بمشي ده أما كان ما بدينا قاعدين في مكان قاعدين فيها بس هسه شغل كله الحمد لله فات البداية كله وصل لمرحلة يشوفونا في الدنيا في اليوتيوب في شنو في عرب محتاجين لشغل شباب كثير برسل عيالهم يشوفوه عشان دعنينا كله مهم لنا ونشجيكم ونجيب معاكم زيدوا الهم وعنينا كله إن شاء الله أي وقت دورتونا نجيبوا معاكم ونخدم معاكم بسم الله الكريم بسم الأمين كجمع الأمين كجمع إخواني وأخواتي معاكم الشيخ الأمين كجمع نتكلم لنا فوق موضوع أنا اللسان اللسان مهمة أهمية اللسان وإن شاء الله استفدنا كثير من كلامه استفدنا كثير وندوركم إن كله إن شاء الله تشولوا تلقطوا من كلامه ده كلام مهم وتستعملوا إن شاء الله وشكرنا كثير الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاك الله الله يجزاك الله